يا مساء الحلاوة والجمال على كل مشاهدي الصحة والجمال، معاكم داليا حسام وحلقة جديدة من برنامجكم حلاوة روح اللي بنشوفه الثلاث من كل أسبوع الساعة 3:30. الحقيقة احنا النهاردة هنكمل كلامنا عن الجمال، وكلامنا عن الجمال والتجميل مش بيخلص. بصي بقى، احنا هنفضل معاكي بقى بالذوق بالعافية لغاية ما تبقي أجمل وأحلى. عشان كده احنا كنا استضفنا قبل كده دكتور روماني فوزي، المدير الطبي لعيادات بوكا وكمان المدير الطبي لشركة بيور ميديكال، واتفقنا معاه وهو وعدنا قدامكم على الهوا ان هو هيكون معانا في حلقات تانية يجاوب على الأسئلة اللي انتوا بعتوها لنا على صفحة البرنامج. وبالفعل هو النهاردة هيكون معانا، بس هو يعني حصل ظرف بسيط جدا كده، هو جاي في الطريق مش هيتأخر علينا النهاردة وهيكون معانا ان شاء الله في الاستوديو. لغايه بقى ما دكتور روماني يجي ونجاوب على كل الاسئله اللي انتوا بعتوها لنا واللي انتوا لسه عايزين تسالونا فيها، برضو ممكن تتصلوا النهارده بالبرنامج واحنا نجاوب عليكم. من هنا بقى لغايه ما دكتور روماني يجي فكرت اتكلم معاكي في حاجه. احنا داخلين على سنه جديده وبنودع سنه خلصت بقى بحلوها مرها بكل اللي فيها، عايزين نبدا السنه الجديده دي بروح تانية، باهداف تانية، بشخصيه احسن وافضل، عايزين نبقى احلى، صح كده؟ مش احنا متفقين على ده؟ كنت قريت مقال لدكتور ابراهيم الفقي عن 20 نصيحة ممكن ان احنا نطبقهم لحياة افضل، وممكن ان احنا نبدأ بيهم كنية جديدة للسنة الجديدة. عايزة اقولهم معاكي كده. اول حاجة، هو ايه مفتاح السعادة؟ اول حاجة، خصص من وقتك من 10 ل 30 دقيقة للمشي او الجري. من 10 دقايق، يعني 10 دقايق دي يعني متهيألي وقت قليل جدا. نقدر نعمل كده حتى على فكرة لو مش ما عندناش وقت نخرج، ممكن ان احنا ننط الحبل في البيت، يعني مش لازم مشي او جري، المهم ان هي حركة او رياضة. قالك حاجة تانية، اجلس صامتا لمدة 10 دقائق يوميا. ياه، الموضوع ده لطيف جدا على فكرة، يعني 10 دقايق كده غمضي عينك وما تفكريش في اي حاجة، مش صعبة يعني، بس هتلاقي ان انتي بقى عندك صفاء ذهن، ريحتي دماغك شويه لما تبطلش تفكير دي. خصص لنومك 7 ساعات يوميا مش اقل، ممكن يبقى 8، يعني هو من 7 ل 8 انما مش اقل من 7. عيش حياتك ب3 اشياء، الطاقه، التفاؤل، العاطفه. طاقه، التفاؤل، العاطفه. وهو اصلا ديننا وكل الاديان السماويه بتدعو للتفاؤل وحسن الظن بربنا. يعني العب العاب مسليه يوميا، ألعاب مسلية يوميا، يعني ممكن نلعب مع أولادنا، ممكن لو بنحب نلعب جيمز على الموبايل، المهم ان احنا يبقى فيه كده وقت للفرفان، بس ما بنعملش اي حاجة غير ان احنا بنتبسط بيه، زي يعني الطفل اللي جوانا ده نصحيه ونلعب معاه شوية، ما يجراش حاجة. اقرأ كتاب او اقرأ كتب اكتر من اللي قريتها السنة اللي فاتت. في ناس اصلا ما قريتش حاجة السنة اللي فاتت، فليه لا ان احنا نبدأ السنة اللي جاية نبدأ ندخل الموضوع ده في حياتنا واحدة واحدة، وأكيد احنا هنستفيد. يعني احلم أكتر خلال يقظتك، يعني وانت صاحي احلم. احلم ازاي؟ يعني كل واحد فينا أكيد نفسه في حاجة معينة، مش بس هقول ان هو يحلم بيها ويدعي ربنا، ده أكيد شيء مفروغ منه، بس الأفضل من كل ده ان احنا نتخيل الصورة ان احنا فعلا بقينا فيها. يعني احنا بنحلم نسافر بلد معينة، كل يوم كده نخصص ولو 5 دقايق نفكر ان احنا رحنا البلد دي وشفنا ايه وعملنا ايه والمناظر هناك شكلها ايه، وندخل على الانترنت ونشوف صور ليها، نشوف الاكلات اللي فيها، المطاعم المشهورة فيها، اكنك روحتي بالظبط. ده يعني على سبيل المثال، بس الموضوع ده لطيف جدا فعلا. حاول ان تجعل 3 اشخاص يبتسمون يوميا، سهلة يعني، حتى الإسلام ديننا الحنيف بيقول تبسمك في وجه أخيك صدقة. يعني حتى انت يعني ناخدها من ناحية الثواب، إن احنا بس نبتسم في وش الناس ونخليهم يبتسموا، الابتسامة معدية. يعني انت أول ما هتلاقي نفسك بتقابلي حد ابتسمتي له، هو هيبتسم لك لوحده، ده طبيعي. فخلي ده عادة دايما تعمليها، على الأقل 3 أشخاص كل يوم يبتسموا. اشربي مية بكميات كبيرة، طبعا احنا يعني عارفين من 2 ل 3 لتر المفروض نشربهم يوميا، وفي ناس طبعا بتعاني في الشتاء ان هي ما بتعطش، وانا واحدة منهم. عشان كده ببقى دايما يعني وانا رايحة وانا جاية من غير ما اعطش، مش بستنى ان انا اعطش، بس لازم اشرب 2 كوباية مية كده، ويعني اطمن ان انا
على الأقل كده كل ساعتين شربت كوبايتين ميه أو حتى كوباية بس نشرب. لا تضيع وقتك الثمين في الثرثرة. يعني ايه؟ يعني انا اعرف ناس حياتهم كلها ان هم يتصلوا في التليفون يدردشوا ايه رحت مين راحت فين ومين عملت ايه ومين جوزها قال لها ايه ومين راحت سافرت فين واشترت ايه. هل يعني ده افضل شيء نعمله في تضييع وقتنا؟ اكيد لا، مش احسن حاجه. فيعني ممكن الوقت ده نستغله في حاجات تانية كتير قوي تفيدنا، وفي نفس الوقت كمان ما يبقاش فيها اي اذى لاي حد، لان احنا عارفين ان هو يعني احنا لما بنتكلم على حد من وراه سواء بقى حلو او وحش برضه احنا كده مش احسن حاجه يعني. فالمفروض ان احنا نستغل وقتنا افضل من كده كتير. لا تجعل الافكار السلبيه تسيطر عليك، وفر طاقتك للامور الايجابيه. اظن الرساله واضحه. في ناس كتير بيبقوا طول الوقت متشائمين، لا مش هيحصل كذا، لا لا انا عارفة نفسي، مش لما ببقى عايزة حاجة ما بتحصلش. طب ما هي فعلا كده مش هتحصل. لو فكرنا بإيجابية شوية وتأكدتي انها هتحصل، هي هتحصل فعلا، يعني هو ده قانون الكون. اعلم بأن الحياة مدرسة وانت طالب فيها. عارفين معناها ايه دي؟ يعني احنا كل موقف بيمر في حياتنا وكل علاقة بندخل فيها او بنخرج منها بيبقى ليها هدف، هي ليها درس بنتعلم منه عشان نكون احسن. يعني اكيد مفيش حاجة ربنا بيحطها في طريقنا كده هباء، يعني عشان نتعلم حاجة، عشان نخرج من التجربة دي اتعلمنا حاجة افضل، بقينا شخصية اقوى، بقينا نقدر نواجه، بقى قلبنا يستحمل اكتر من كده. فاحنا عايشين بنتعلم، فلازم نتلقى كل حاجة بتحصل في حياتنا ان هي اكيد في درس منها، اكيد في حكمة من ربنا فيها. لا تأخذ جميع الامور بجدية، كن سلسا وعقلانيا. لا تاخذ جميع الامور بجديه، مش لازم بقى كل حاجه ناخدها على اعصابنا وعلى قلبنا. وقالت لي هي لما قالت لي كده كان قصدها كده، انا زعلانه من يعني ممكن جدا ان احنا زي ما ديننا بيقول ان انت تفترض حسن النيه للي قدامك وافترض لاخيك 70 عذرا. يعني ممكن اللي ما ردش عليك في التليفون تفترض بقى 70 عذر، يمكن كان مشغول في حاجه، يمكن كان نايم، مش بقى لا ازاي ما يردش عليا، طب انا بقى لما يتصل مش هرد عليه. في ناس كده للاسف تفكيرهم كله بياخدوا المواضيع كلها على محمل الجديه وعلى اعصابهم وبنيه مش سويه. يعني مهما كانت الاحوال جيده او سيئه، ثق انها ستتغير. يعني مش حاجه في دوام الحال من المحال، مش حاجه هتدوم زي ما هي كده. حتى الحاجه كويسه، احنا النهارده عايشين احلى يوم واحسن حياه وخرجنا واتفسحنا وكلنا احلى اكل، اكيد بكره مش هيبقى ماشي بنفس الرسم ده، ومش هيبقى بنفس الشكل ده، ومش هنروح نفس المكان ده، ولا هناكل نفس الاكل ده، ولا هنقابل نفس الناس دي. التغيير سمة الحياة. وبرده نفس الكلام لو احنا بنمر بمواقف صعبة او عصيبة، ف يعني مفيش حاجة هتفضل على حالها. وانا دايما مؤمنة بمقولة كل مر سيمر. يعني مهما كان احنا عايشين في وقت وحش قوي وحاسين بمرارة، بس اتأكد ان هو هيمر مهما كان، مش هيطول والاحوال هتتغير. تخلص من جميع الاشياء التي ليس لها متعة او منفعة او جمال. يعني لو احنا مش بنحس بمتعة في الحاجة اللي بنعملها، او مش حاسين انها حلوة، او ملهاش منفعة لاي حد، نبطل نعملها بكل بساطة. يعني على الاقل نفكر في موضوع المنفعة ده، لان هو مهم قوي. يعني يا اما بننفع نفسنا، يا بننفع اولادنا، يا بننفع اللي حوالينا، انما بنعمل بنتصرف كده وخلاص من غير اي هدف ومن غير اي نفع، مش احسن حاجة برضو. ايه تاني؟ مهما كان شعورك فلا تضعف، بل استيقظ وانطلق. احنا طبعا كلنا بنمر بوقت بنبقى فيه اضعف ما يكون، وبنبقى عايزين نهرب من الدنيا كده ونقعد لوحدنا ونستسلم بقى لليأس والحزن لما بيكون كذا موقف مر علينا صعب، يعني فبنستسلم للحالة دي. عايزين يعني ده شيء طبيعي ان احنا نزعل شوية والزعل ياخد وقته شوية، انما مش الطبيعي ان احنا نطول بقى. يعني يوم اتنين بعد كده نبدأ بقى ننهض ونقوم ونقوي نفسنا بنفسنا، ونشوف احنا ربنا مش خلقنا اكيد للحزن ده، اكيد ربنا خلقنا عشان نعمل حاجة احسن من كده بكتير، ويكون لنا رسالة وبصمة في الحياة احسن من كده. حاول ان تعمل الشيء الصحيح دائما. الشيء الصحيح ده يعني ايه؟ ما هو الشيء الصحيح ده ما فيش اتنين يختلفوا عليه، الصح بيبقى فرض نفسه،
احنا دايما بنرجع، ده رأيي الشخصي اللي انا شايفة ان دي، احنا دايما بنرجع في موقفنا للقيم بتاعتنا، واحسن قيم نرجع ليها ونقيس اذا كنا اللي بنتصرف ده او التصرف ده صح او غلط هي قيم دينية. لو الحاجة اللي ما فيهاش حرمانية خالص يبقى هي اكيد صح، الحاجة اللي فيها نفع للناس وما فيهاش حرمانية برضو يبقى هي اكيد صح. فدايما يبقى مقياسنا في حياتنا هي القيم اللي احنا عايشين بيها، القيم الانسانية او القيم الدينية. اتصل بوالديك وعائلتك دائما، طبعا برضو ديننا الحنيف دايما بيأمرنا بكده بصلة الرحم وبر الوالدين، فيعني ضروري قوي ان احنا الجانب العائلي ده نخصص له كل يوم مكالمة، يعني مش لازم بقى نتصل بالعيلة كلها كل يوم، بس على الاقل مكالمة يوميا نصل بيها رحمنا بقى، ايا كان اخواتنا، مامتنا، بابانا، خالاتنا، ناس من العيلة ما كلمناهمش بقالنا كتير، بس كل يوم نقول لنا مكالمة كده مع العيلة. كن متفائلا وسعيدا، مفيش احسن من كده، بالتالي يعني الجملة مش محتاجة شرح، كن متفائلا وسعيدا. هو على فكرة الكلمة التانية عايدة على الأولى، يعني لو انت متفائل فعلا هتحس بالسعادة، والعكس صحيح برضه. آتي كل يوم شيئا مميزا وجيدا للآخرين، يعني كل يوم ما يعديش عليك إلا وإنت نفعت حد، أو على الأقل بنصيحة، على الأقل بجبر خاطر، على الأقل لقيت حد في مشكلة اديته، قويته، قلت له كلام إيجابي، إنت كويس، إنت تقدر، إنت قوي، على الأقل ممكن لقيت حد لابس حلو، إيه الشياكة دي، شكلك حلو النهاردة. يعني جبر الخواطر ده أو جبر القلوب ده شيء مهم جدا وعبادة بنؤجر عليها أجر كبير جدا. احفظ حدودك، يعني ما نبقاش عايشين كده الظروف تشيلنا وتحطنا زي ما بيقولوا، اللي قدامنا يتصرف معانا زي ما هو عايز زي ما بيقولوا، لا احنا لازم يبقى لينا حدود، ومش حدود، مش قصدي اقول ان احنا يبقى بنتصرف مع الناس بتكليف، يعني لا خالص، انا قصدي انت يعني نبقى عارفين ايه حدودنا، ايه الحاجه اللي بتضايقنا او بتزعلنا، وده يبقى شيء واضح قدام اي طرف بنتعامل معاه. ما تخليش حد يأذيك او يجي عليك. مش معنى ان احنا في علاقه بنحب اللي قدامنا وبنحترمه ان احنا نسمح باي حاجه او اي تصرف ممكن يحصل، حتى ولو التصرف ده بيأذينا، يعني من حقنا على نفسنا ومن حقنا على اللي قدامنا ان احنا نعرفه ان دي حدود ما بحبش ان حد يتخطاها، ومنتهى الادب والذوق. يعني عندما تستيقظ في الصباح وانت على قيد الحياه فاحمد الله على ذلك، بيتهيألي حتى في ديننا الاسلامي بنقول الدعاء الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. يعني احنا اول حاجه المفروض بنقولها اول ما نصحى من النوم، الحمد لله ان احنا صحينا، والحمد لله ان كتب لنا حياه جديده واتكتب لنا نعيش يوم جديد. اول ما نصحى نتفائل ان اليوم ده هيبقى يوم سعيد، وان شاء الله باذن الله يعني كل متوقع اللي احنا بنتفائل بيه او اللي احنا بنفكر فيه هيكون سعيد فعلا هيحصل وهيتم. اخر حاجة، الحسد هو مضيعة للوقت. الحسد هو مضيعة للوقت بمعنى ايه؟ هو انا ممكن ابقى قاعدة كده اقول انا يعني زهقانة شوية ما احسد اي حد؟ اكيد لا، محدش بيفكر كده، بس في ناس بتبقى للأسف وقت كبير قوي في حياتها وتفكيرها بتخصصه انها تبص لغيرها، اشمعنى دي مش عارفة عندهم عربية شكلها ايه، اشمعنى دي عايشين فين، اشمعنى دي جابت لبس جديد او عربية جديدة او سافرت معرفش فين. في ناس كده يعني هي طاقتهم كلها وتفكيرهم موجه لكده، فاكيد مش هيبقوا مبسوطين على فكرة في حياتهم، ولا ربنا ممكن ان هو اعتقد ربنا العدل، مش الطريقة دي اللي نقدر نجذب بيها الحاجات الكويسة لحياتنا وان احنا نعيش الحياة اللي احنا عايزينها. اهم حاجه ان احنا يعني نفرح لغيرنا بالخير، ده هيجيلنا، يعني لما نقول لحد مبروك جدا على النجاح اللي انت فيه هتلاقي ان ربنا من قلبنا، يعني هتلاقي ان ربنا بيكتب لنا نجاح برضه في كل خطوه. ف يعني يا ريت نركز في حياتنا ونبدا صفحه جديده بقى في السنه الجديده بطاقه احسن، بشخصيه احسن، وننوي كده لله ان هي هتبقى السنه دي ان شاء الله احسن من السنين اللي فاتت، وان احنا هندخل عليها بنية مهمة جدا ان احنا مش هنفكر غير في اللي ينفعنا وينفع غيرنا. قبل ما نتصرف اي تصرف او نتكلم مع حد اي كلام نفكر في الحاجتين دول، هل ده شيء هينفعني او هينفع اللي قدامي ولا لا. لو هو كلام وخلاص
مفيش داعي منه، يبقى تضيع وقت وتضيع مجهود. هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم على طول. رجعنا لكم تاني، متأخرناش عليكم. زي ما شفنا في الفاصل الإعلان بتاع عيادات بوكا كلينك، وأنا شخصيا رحت، وطبعا هو المفروض زي ما وعدتكم ان دكتور روماني كان هيكون معانا، بس للاسف الطريق يعني هو مش قادر ان هو يوصل في الميعاد للاسف، غصب عنه صدقوني. وان شاء الله وعد مننا ان هيكون في حاله قريبه جدا معانا، وهيجاوب على كل الاسئله اللي انتوا بعتونها لنا. بس خليني اعلق تعليق بسيط جدا على الفيديو اللي احنا شفناه. انا عايزه اتكلم بس على حته الجهاز بتاع الليزر اللي انا جربته هناك عندهم، ودي شهادة يعني شهادة مني حقيقة. أنا اتعاملت في أكتر من عيادات، من عيادة للتجميل، وجربت أكتر من جهاز. خلوني أقول بس إن أنا تجربتي الشخصية مع الجهاز ده كانت تجربة فريدة من نوعها. الجهاز ده يا جماعة مش موجود في مصر كتير، مش من الأجهزة اللي احنا اللي موجودة في معظم العيادات في مصر. هو بيعتمد على التبريد، فأنا شخصيا طبعا مش متخصصة، مش هعرف أقول قوي الحاجات التكنيكال فيه، بس تجربتي انا ككلاينت ان هو ما فيهوش اي الم تماما، ما حسيتش باي وجع خالص، ما احتجتش ان انا احط بنج موضعي زي ما كنا متعودين. عدد النبضات كان اقل من الاجهزه التانية، لان هي اللينس بتاعته او العدسه كبيره، فبتاخد جزء كبير، اريا كبيره. فالموضوع حلو جدا وعجبني جدا، ويعني كنت اتمنى ان دكتور روماني يكون معانا النهارده يكلمكم اكتر طبعا، وتعرفوا هو ايه سر الجهاز ده ليه حلو كده. بس ان شاء الله في الحلقه، اكيد حلقه تانية هيكون معانا وهيشرح لنا كل حاجه بنفسه. انا حبيت بس تعليقا على الفيديو ان انا اقول لكم تجربتي الشخصيه كانت معاه شكلها ايه. طبعا احنا الحلقه كالعاده الوقت بيجري مننا، ما اعرفش دايما الوقت الحلو بيجري. كنت مبسوطه معاكم النهارده، يمكن الحلقه مشيتش زي ما احنا كنا متخيلين او زي ما احنا كنا عاملين لها الخطه بتاعه الحلقه والتحضير، بس يمكن لعله خير. وزي ما انا لسه كنت بقول لكم دلوقتي، دايما نبص للامور كلها بايجابيه، يمكن ان احنا كان فرصه حلوه ان احنا نقول كلام لطيف ممكن يفرق مع حد او اتنين او تلاته يبدا يطبقه في حياته. فانا سعيده بالتجربه رغم ان هي ما كانتش اللي في بالي، بس كل موقف زي ما قلت بيحصل في حياتنا بيبقى ليه هدف وليه حكمه، ودايما هنكون متفائلين وسعداء مهما حصل. من هنا بقى للاسبوع اللي جاي، هتوحشوني جدا، وان شاء الله اوعدكم بحلقه تانية. الحلقه الجايه هتكون اجمل واحلى، وانتي كمان هتكوني اجمل واحلى. اشوفكم على خير، باي باي.